معاكم دكتور فاطمة محمد من عيادات دكتور فاطمة كلينيك. احنا النهاردة هنتكلم عن مشكلة كل الناس بتعاني منها سواء ستات او رجالة، تساقط الشعر وفراغات الشعر. طبعا بعد كوفيد مشاكل التساقط بقت زيادة قوي، لان بعد ما المرض بيضرب الجسم بيكون فيه فترة تساقط طويلة شوية. طب احنا دورنا نعمل ايه؟ احنا دورنا نسابورت الشعراية في الفترة دي. عندنا النهاردة سترونج فيل 2 برودكتس، واحد فور مان والتاني فور وومن. طبعا الستات بتحب ان شعرها يطول، عشان كده معانا مادة الجي بي 4G علشان توصل الاكسجين كويس لبصيلات الشعر وتزود الطول. ومعانا مادة تانية اسمها الفايبر هانس، وديت بتأدي لصلابة وسمك للشعراية، وبالتالي بيزيد الفوليوم بتاعها. اما الرجالة في مادة البروكابيل، وهي بتوصل الدورة الدموية وتعززها اكتر لبصيلة الشعراية، وفيها مواد كمان بتقف قصاد مشاكل الصلع الوراثي. هنستخدمه ازاي؟ هو عبارة عن سبراي هنرش منه ونعمل تدليك لفروة الراس من دقيقتين لثلاثة، وكمان معانا شامبو ومعانا كريم عشان يكون سيستم كامل للعناية بالشعر.